أحسن الله إليكم. تقول السائلة: شيخ، بالنسبة لتصليح الأسنان وبرد الأسنان لتجميلها، هل في ذلك شيء في الشريعة؟ إذا كانت الأسنان فيها خلل وفيها عيب فلا بأس بإصلاحها وعلاجها، أما إذا كانت سليمة فلا يجوز التدخل فيها بتفليج أو غير ذلك. نعم، المتفلج لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن. نعم.